السلام عليكم، أنا أمل صبحي دلال من منطقة السليمانية. هاي تاني يوم بعد ما دخلوا الشباب لعنا، وضعنا الحمد لله مرتاحين نفسيا والأمور ماشية مثل ما كانت. على أساس ده يحزرونا قاموا فتحوا لنا الطرقات مشان العالم تقوم تاكل، والوضع الحمد لله كتير كويس ونشكر الله. وين ما وصلنا نقول نشكر الله ونحمد ربنا الحمد لله، والله يديمكم الله يحميكم. وجينا ان شاء الله عيد البربارة، بعد بكرة عنا عيد البربارة، عم نحتفل بعيد البربارة. لهالسبب فتحوا لنا الطرقات مشان ننزل ناخد احتياجاتنا لعيد البربارة 3 بالشهر، وعنا عيد الميلاد الكريسماس 25 بالشهر وراس السنة. والحمد لله عم نجهز حالنا وعم نجهز أمورنا، والسواق مفتوحة، عم ننزل نتسوق والشباب كويسة. هلا أنا عم بعمل مقابلة معهم، شباب أخوتنا طبعا، محضر الشجرة وحطيت المزود وحطيت كل شيء بالبيت، بيتي هون فوق فرن الأرز تماما. منزورك يا ميت أهلا وسهلا، يا ميت بس صغيرة الشجرة ايه ما منها الكبار. والله يديمكم الله يحميكم يا أمي. ونحن كلياتنا منضل سوريين مع بعضنا، يعني ما في فرق، نحن هيك كلياتنا سوريين، انت سوري وانا سورية، نحن ولاد بلد، الوطن للجميع طبعا، اهم شيء سوريين، انت سوري وانا سوري والوطن للجميع. ايه انا بقول له نحن سوري. خالد شاركنا، السلام عليكم. ابو روحك شاركنا الخالد، السلام عليكم. السلام عليكم، تفضلي حبيبي. السلام عليكم حبيبي وفاء منيرجي، منطقة سليمانية. وكثير نحن بنتشكركم على هال يعني فتحتوا لنا الاسواق وما اسواق، والله يديمكم ويعطيكم الصحه والعافيه يا رب. حضرتي جهاز الميلاد؟ لا لسه، انا شجرتي هم صغيره مثل جارتي تقبرني. ايه وعم نتهيأ للعياد، وان شاء الله العيد للكل للجميع يا ربي حبيبي. ان شاء الله ان شاء الله، الله يديمكم ويعطي، وانت بخير ابني. بدنا المي. تفضل ابو الخالي، بدنا المي عم بدنا المي. ايه والله بدنا المي الكل. ما معقول اذا تعيدونا بدون مي، ما معقول. وصلنا يومين ثلاثه حبيبي، يخلي لي عيونك حبيبي، الله يخليكم يا رب. خالي كيفك؟ الحمد لله. شخبارك؟ وين رايحه؟ رايحه على بيتي. وش هي شايله العاده؟ قطه شايله معي. ايه قطه اخذتها. ايش اسمها هي؟ بيلا. بيلا